جمعية الهلال الرياضي برقاب لألعاب القوى رياضيها على مستوى عالمي. على سبيل الذكر للحصر، عبد السلام عيوني ومروى بوزياني المتواجدان حاليا بالمجر للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى. من الصغير مغروم بالكورس، حتى في المدرسة من قبل أن تعدى الليسي كنت زيادة غادي شامبيون تاع المدرسة. سليم عيوني ومدام مروة بوزياني خاطر هما قدوة لينا، وإن شاء الله نولوا كيفهم. نطمح إني نوصل للعالمية ونربح دي ميداي في الأولمبيك. من أقدم الجمعيات في سيدي بوزيد، تأطر في مجموعة طيبة من العدائين والعدائات، عندها دور رياضي بحت ودور تربوي. احنا عندنا دو بارتي نخدموا عليهم، عندنا مستوى العالي، عندنا عبد السلام ومروة مستوى عالي، هما توهم شاركين في بطولة العالم من أحسن من خيرة العدائين اللي عندنا في تونس. وعندنا جيل جديد اللي بدينا به، عندنا برنامج مع الهيئة المديرة يتواصل على مدى 4 سنوات. نتائج متميزة وفريق منسجم، عوامل ساهمت في ديمومة الجمعية منذ 2004 إلى اليوم، لكن تكمن وراء هذا الأداء المتميز نقائص عدة، خاصة على مستوى البنية التحتية، حيث أن الجمعية تفتقر إلى ملعب مهيئ للتدريب وإلى مقر خاص بها. الإشكالية لوجستية، نخدم على الديتكسيون تكون من المدارس البدائية صعبة، أو ديتكسيون على المدارس البدائية صعبة خاطر ما ثمش انتدابات في السادة، المدارس البدائية ما فهمش السادة، ونحن نخدم على الريف ما نخدموش على المدينة، معناها الأغلبية نسبة 90% من العدائين متاعنا جايين من الأرياف. المشكل الرئيسي الثاني هو المكان باش ندربوا، مشكورة عددية ابن سينا على رأس معناها السيد المدير الموجود حاليا، فرنا معناها الفضاء نتاع المؤسسة، ملعب المؤسسة نترينو فيه، ما عندناش مقر. هذه زادة من الصعوبات اللي معناها اللي نعانوا فيها، خاطر جمعية غير قادرة أني باش تتسوق محل تكريه. فهمت الله، نقصنا أكثر حاجة إلا انفراستركتير الملاعب، الملاعب ومشاكل التوقيت المدرسي بالأساس. الفئة العمرية اللي ندربوا فيها هم تلامذة، يقرا 8 سوايع، يقرا يجيك ساعتين نص نهار لساعتين باش يتمرن، ولا من 6 لـ 8 تنجمش، فماش إنارة، تلقى روحك في النهار ضارب تاع في عدة تريني حصة، وحتى تلقى روحك مريني 4 5 حصص. ورغم ما تعانيه مثل هذه الجمعيات، لكنها بقيت صامدة وساهمت في بروز رياضيين بمستوى عالمي بفضل الزاد البشري الذي تسخر به.